وشك، نزل عن وشك. هذا هو يا واطي يا كلب، في عليك يا لقلوك. يا أول واطي يا لقلوك، في عليك يا صادق، في عليك يا كلب. اللي معك لسه جوا؟ ما في حدا جوا. قلت لك وينهم؟ قلت لك ما بعرفش، كل واحد فلتير. ما بتفهمش انت؟ اسمع، انا رح اتركك تروح بحال سبيلك، بس اذا جاوبني على اسئلتي. انت ليش راجع على الحاره؟ وين كنت متخبي؟ وين كانوا اللي معك؟ قلت لك ما بعرفش شيء، ما نكرك، ما بعرفش شيء. قلت لك وين رفقاتك؟ قلت لك ما بعرف شو معي. قلت لك وين رفقاتك؟ شو محمود؟ كأنك عم تضيع لي وقت كتير. ما رح تعترف ولا لا؟ قلت لك شي. وين كنت متخبي؟ حارة الضبع. ما قلت لك ماني متخبي بحارة الضبع. وين كنت متخبي لكان؟ كنت متخبي بسول. انت كنت متخبي بحارة الضبع، بس وين وببيت مين؟ قلت لك ماني متخبي بحارة الضبع. كانوا مخبينك بين النسوان. ما بتخبي بين النسوان؟ نسوان الولد اشوف منك يا صرماية. مين عليك يا صرماية؟ والشهيد حبيب الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شلونك؟ لك ما رصاصة طلعوا بأمام مرجع تبعك أبو صفي؟
اي والله بس شو رجعوها بعدين؟ ممكن يكون حدا من رفقاته كمان صاير له شيء. يا لطيف لا تقولهم كاسي هذول يدين. شلون نتأكد انه الرجال وصلوا بخير وسلامه؟ ما في حل يا بيصام غير نبعت حدا على الدير يجيب لنا الخبر. يا بي صافير مرني يا بي. يلا يا بي جهز حالك مشان تروح على الدير وتشوف لنا شو اخبار الشباب. امرك يا بي صار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا رح اروح مع امي. كفو سمعوا. السلام عليكم. يلا يا بي يلا يلا الله يرضى عليكم. يا جماعه كرام الميت دفنه. ابو حاتم انت شفت اهله؟ بنتهم بحارتنا ولا بحارتهم؟ عند اهله شيخي عند اهله ما بيجوز من الله عنجي عند اهله الله يرضى عليكم. لكان ابو عصام انا رح اروح اخبر اهله ولا ناخده معنا؟ لا لا خلينا نخبره مشان يحضروا حاله. يلا تكلم. قولوا والله قولوا والله يا رب. يا ابو عصام انا رح اجيب العربايه والرجال اللي بدهم ينقلوه. السلام عليكم. وانا بساعدك كمان. الله يرحمك يا زلمه. والله توكلوا والله. حارتنا كرامتنا. أكيد في دموع عقيد على هلال ما هلال ما نعرف في كان دموع عقيد بيقول شي. رجعت وشلشتني واحد طرق مشوار نهار ويا دوب وصل لدياره قام سحب حاله ورجع. شو اللي رجعه والشغله فيها عنا؟ لا وينك؟ كمان فوتت هذا الفرنساوي جان على الحاره مو لا الله وقال شو بده يفتش بيتك محمود. ليش اخي؟ ليش؟ ما في كلام يا جماعة عنا عوايني بالحارة. مظبوط. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لهلا مالي فهمان شو رجع. أبي ليش معصب وزعلان؟ ليش ما دريتي شو صار بالحارة؟ إيه والله سمعت. الله يرحمه كسب الشهادة يا أبي رحمة الله عليه. الله يطلع من الشهادة لكلمشتي. بس ليش رجع؟ ليش؟ شلون يا بي؟ لا يا بي ما في شيء ما في شيء. يا بي امتى رح يرجع اخي ظافر؟ ان شاء الله يا بكره المساء يا بعد بكره الصبح. ان شاء الله يا رب. يا بي شو رايك اعمل لك نفس ارجيله تروق لي دماتك؟ ساوي لي ارجيله يا بي. ومو تكرم عيونك؟ ليش رجع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هات يا ابني لشوف شو صار معه. جانا وعدنان بالقامشلي والسايس اللي بيشتغل معنا يا ابي اللي بيجيب لنا جلود وخواريف قال لي ما بعرف ليش محمود رجع وأنا ما خبرته إنه محمود انقتل الله يرحمه. هلا الشباب مأمن عليهم عمي؟ إيه عمي أبو عصام مأمن عليهم وبألف نعمة. خلص معلش الحمد لله الحمد لله. لك يا جماعة ما بدنا نفهم محمود ليش رجع؟ لكان شو اللي شالشني بالاول انا يا ابو حاتم؟ عم حطها عم شيلها ما عم تدوز معي. شو رجعوا؟ ايش روقنا؟ كان روقنا صور شو معنا؟ يا سلام يا جماعه يا جماعه يلا يا سلام. أهلين أبو حسن. عاوزك بكلمتين لو سمحت. خير لك ابني. أنت بتعرف إنه ست الوالدة راحت لعند بيت عمي أبو ظافي وطلبت بنته. ولهلا ما ردوا لنا خبر. لك ابني بجوز عم يشاوروا عقله. شيخي القصة إلها شهر. شهر؟ شهر والله كثير. طيب يا ابني احمل حالك وروح لعنده وحاكي. امي كل يوم عم تروح وعم ينيموها على اليوم وبكره، اليوم وبكره، والله ما بعرف شو بدي اعمل. فهمت عليك يا ابني فهمت عليك، احمل حالك وروح لعنده. هيك قلتها؟ والله القصة لو راجعة لإلي أنا ما بدي. بس
مو هاين علي بصورة خاطر امي. لا تؤاخذنا شيخي، لا تؤاخذنا. السلام عليكم. بامان الله، الله معك.